السلام عليكم طلاب مرحلة رابعة. اليوم ناخذ محاضرة، أول محاضرة بمحاضرات الـ diseases related to the liver. The first lecture راح تكون هي investigations used to read the diagnosis in patients with liver disease، وراح ناخذ advantage of each. أول investigation هو liver function test. liver function test نقصد به TSB اللي هو سيروم بيليروبين، توتال سيروم بيليروبين، اكو دايركت واندايركت، وعندنا الكلاين فوسفاتيز، سيروم جي او تي جي بي تي، وجاما جلوتاميل ترانسبيبتايديز. ايضا عندنا سيروم البومين ام بروثرومبين تايم. هذول البومين والبروثرومبين تايم هذول ريفلكت ذا فانكشن اوف ذا ليفر، على اعتبار انه الالبومين والكلوتينج فاكتورز اللي هي مسؤوله عن البروثرومبين تايم اثنيناتهم سينثيسايزد ان ذا ليفر. فاحنا من نقيس سيروم من نريد نشيك الفانكشن اوف ذا ليفر، خصوصا ان بيشنت وذ كرونيك ليفر ديزيز، راح ندز سيروم البومين، ندز بروثرومبين تايم، وايضا زائدا ثالثا اللي هو البيليروبين. فور ديتكتينج اكيوت الكحول انجستشن، يعني ليفر انجري اسوشيتد وذ اكيوت الكحول انجستشن، راح نقيس الجي او تي والجي بي تي. يعني بالمريض اللي هو عنده liver injury which is associated with acute liver ingestion the investigations of choice أو of benefit راح تكون GOT و GPT. هذا مثل ما قلت لكم synthetic function of the liver reflected in the ability to synthesize protein albumin، يعني راح عنده serum albumin زين، وال clotting factors اللي هي راح تعكس البروثرومبين time. يعني إذا قلت لك يعني you want to check the synthetic function of the liver، أنت إيش تختار تحاليل؟ أنت تقول لي أختار السيرم ألبومين وأختار the prothrombin time. The standard method for monitoring liver function in chronic liver disease هو serial measurement of bilirubin, albumin with the prothrombin time. هذا synthetic function. الإيميجينج ستديز أوف ذا ليفر، عندنا أشكال إيميجينج انفستيجيشنز، عندنا ألترا ساوند ذا سيمبلست وان وأفيلبل أون تشيب، وعندنا سي تي سكان إم آر آي، وعندنا الإي آر سي بي اللي هو مختصر للإندوسكوبيك ريتروغريد كولانجيوبانكرياتوغراف، وعندنا الإنجيوغراف، إنجيو من اسمه يعني يرسم الفيزلز، وعندنا نيوكليير ميديسين سكانينج، وعندنا لابروسكوب لابروسكوبيك ألترا ساوند، يعني يخلون بروب ألتراساوند على الأدوات مال لابروسكوب يفوت بطن المريض ويشوف. الألتراساوند يعتبر the first line imaging study. ليش؟ لأنه available، يعني متوفر وcheap. يعني أنت المستشفى يعني مثلا تلقى بها ERCP واحد وجزء ما تلقى بس بمستشفى متخصص، وتلقى مثلا جهاز CT scan واحد، تلقى بها جهاز MRI واحد بس، تجوز تلقى جهاز لابروسكوب واحد بس، كم جهاز التراساوند تلقى بالمستشفى؟ يعني جوز تلقى بكل قسم موجود جهاز التراساوند. يعني التراساوند شنو فايدته بالليفر ديزيزز؟ اول شيء ديترماين دكتال دايتيشن، يشوف لك اذا اكو دايتيشن ان ذا دكت، سواء كان اكسترا هيباتيك او انترا هيباتيك بيليري دايتيشن، يعني اذا صار اوبستراكشن او صار ستيسيز أو whatever the cause of obstruction within the liver channel cause or outside the liver. Presence of a stone within the gallbladder. Presence of a tumor in the liver. Doppler ultrasound هذا اللي check the flow of blood in the hepatic artery, portal vein and hepatic veins. وأيضا guiding percutaneous biopsy of liver lesion. يعني أنت عندك فد lesion in the liver على مود توصله، يعني بدون ما سوي damage the nearby structures، لأن انت ما تقدر تفوت blindly. الالتراساوند هو يدليك يقول لك يعني فوت يمنى اطلع يسرى، الى ان توصل لل lesions اللي موجود بالليفر تفوت بيه بالنيدل وتاخذ من عنده بايوبسي. بس هذي في الصور يعني ultrasound image بالليفر. هذا الانتيريور ابدومينال وول، هذا الدايفرام زين، هذا الانفيريور فينا كيفا، وهذا البورتال فين. هذولي
هذولي ما بين فيزوز وما بين بيلياري كانالي كيلاي. هذا الانفية فينا كيفي وده يصبون به الهيباتيك فين. هذا رايح باتجاه الرايت، هذا الرايت هيباتيك فين، هذا الرايت هيباتيك فين، وهذا الميدل هيباتيك فين، ميدل هيباتيك فين، وهذا الشادو اللي تشوفوه هذا الليفت هيباتيك فين. هذا الليفر هيباتيك فينز، هذا من وين هي انفيا فينا كيفي، هذا الليفت، هذا ميدل، هذا رايت هيباتيك فين. هذا ايضا هذا دي شو هذا ماخذ منظر يعني من جهة يعني جاي من جهة الابدومن او من جهة اللون. هذا انتير ابدومينال وول، هذه الكدني، هذه الكدني، هذه الكليسز مالت الكدني، هذه الكليسز مالت الكدني، هذه المدلة مالته، هذه البيضة أو ذي كدني، وهذا الأسود، هذا كله الكورتكس، هذا كله الليفر تيشو، كل الليفر تيشو، هذا كل الليفر، هذا الرايت ليفر، هذه جول بلادر، هذه جول بلادر ديستندد انفليمد، وهاي ستون، هسه هاي ستون وهاي ستون، شلون اعرف هاي ستون؟ تشوفون هذا الشادو الظل الاسود، هذا الشادو اللي واصل لهنا عبر لهنا، شلون اعرف اكو ستون؟ من اشوف الى شادو، اذا لقيت بيها شادو هاي ستون. هسه هذه الجوبلدر انفليمد، اي انفليمد، اذا اريد اقيس هذا الوول ثيكنس من هنا لهنا راح يطلع اكثر من 3 مليمتر. هذا منو؟ هذا الانفيا فينا كيفي، بس البروب مالتي انا ما مخليه بهذا الاتجاه، مخليه بهذا الاتجاه البروب مال التراساوند، يعني مخليه ترانسفيرسلي، فده يطلع باراليل للهيب اللي فيها فينا كيفي، فده يطلع هذا هيجي شكله، يعني مدى يطلع هيجي. لو انت مخلي البروب هالطريقة هاي فيها فينا كيفي راح اشوفه هيجي، بس اذا خليته بهالطريقة هاي البروب بالعروض راح اشوف فيها فينا كيفي هيجي. هذه الليفر ماسز، احنا قلنا يشوف ان الليفر تيومرز، هذه ماس، هاي ماس، هاي ماس، هاي ماس، هاي ماس، هاي كلها ماسز، هذه لارج ماس، هذه ماس. سي تي سكان، the current gold standard for liver imaging هو triple face multi-slit spiral CT. The advantage it can shows fine details of liver lesion down to 1 cm and give information of their nature. يعني هذه ممكن عليها liver masses، ينطيك فت fine details of liver masses حتى لو كان حجمه أقل من 1 سنتيم، أقل من 1 سنتيم، وينطي في التفاصيل معلومات عن its nature، يعني طبيعتها شنو، solid, cystic, vascular, non-vascular وهكذا. من نسوي CT scan نسوي oral contrast enhancement اللي هو allow visualization of the stomach and duodenum in relation to the liver hilum. يعني ينطوه فد كونتراست ميديا يخلوه بمي ويشربه المريض، هذا الكونتراست راح ينزل بالاسفيغاس، ينزل بالستومك، هسه هاي ستومك وهذا الدودينام، راح يرسم الستومك، يعني بحيث راح تطلع بيضة بالاكس راي وراح او بالسي تي، وراح يرسم الدودينام، فكأنه دي يحط الحدود مالت الليفر. Oral contrast enhancement allow visualization of the stomach and duodenum in relation to the liver hilum. Liver hilum نقصد بالهايلم، نقصد به المكان يعني اللي يطلع من عنده ويطب من عنده الفيزوز والبيلياري تري. هسه هذا CT scan دي شوف لك ماسز، هسه دي شوفون multiple masses and the liver multiple masses، هاي كلها masses.
هذا السيتي سكان، هذا اللي اشوفه هنا أنا. هذا ترى الايورتا، هذا اللي هنا أنا سب، هذا يطلع السفلين زين، وهذه الفيرتبرا، وهذه سبانال كنال، هذا اللي منا ترانزفيرس بروسيسز اوف ذا فيرتبرا، وهذا السباين اوف فيرتبرا. هذا لارج ليفر ليجن، لارج ليفر ليجن، هذا الرايت لوب اوف ذا ليفر، هذا كله الرايت لوب، وهذا الليفت لوب، هذا الليفت لوب، هذه ستومك ماخذه كونتراست، هاي ستومك، هذا السبلين، هذا قلنا الايورتا، وهذا فيرتبرا، هذا ترانزفيرس بروسيس سبينال كنال، وهذا سبينال فيرتبرا. Intravenous early phase contrast vascular enhancement is useful for detecting a small liver tumor owing to its preferential blood supply. انت يعني مرات تنطي الداي وتاخذ صورة من وقت، يسموه early phase contrast vascular enhancement، هذا for detecting a small liver tumor. التيومر عادة تكون، لأنه هو مبدأ التيومر أو النيوبليجيا هو uncontrolled growth أو uncontrolled multiplication of the cells، وهذا التيومر يعني بما أنه هو growth مالته كلش سريع uncontrolled يحتاج blood supply أكثر، بما أنه هو blood supply مالته أكثر راح ياخذ الداي أسرع، هو هذا اللي يسموه owing to its preferential blood supply. The venous phase هذا map يعني يرسم the branch، يرسم the branches of the portal vein within the liver، وأيضا يرسم the drainage of the liver via the hepatic veins. هسه هذا عندكم supiamesenteric vein، supiamesenteric vein طبعا من يجي ويا splenic vein راح يصير شنو، يصير portal vein، the portal vein within the liver، هسه هذا liver راح ينقسم إلى left branch و right branch، هذا أيضا branches مخطط branches و the portal vein. Inflammatory liver lesions هذا إلى خصوصية أنه exhibit يعني exhibit rim enhancement with intravenous contrast. rim يعني كأنه هسه هذه الماس الرم يعني حيط بها هيجي، يعني rim enhancement، حلقة حولها rim enhancement with intravenous contrast. الهيمنجيوما شلون تطلع؟ characteristically shows late venous enhancement، هناك كانت بالتيومر early venous enhancement، هنا late venous enhancement يعني ورا وقت يلا ترسم. density of any liver lesion can be measured so can shows cystic lesion. إذن يعني CT scan حال الألتراساوند يقدر يميز لك إذا أكو liver lesion، يقدر يقول عليها هذه cystic، ويقدر يقول عليها هذه solid mass. ليش؟ لأنه يقدر يميز density of any liver lesion can be measured so can shows cystic lesion. هذا giant cavernous hemangioma، هسه تقريبا هذه hemangioma ماخذة كل الرايت لوب، هسه هذا اللي دا شوفوها هاي، هذا هو الرايت لوب، بس هذا كل عبارة عن هيمنجيوما، كلها هذه هيمنجيوما، كلها هيمنجيوما. هذه cystic lesion of the liver، هذه هي cystic lesion of the liver، هذا الليفت لوب، وهذا من هنا هو الرايت لوب، هذا قلت لكم السبلين، هذا هنا صار استومك. الMRI هسه خلصنا ألتراساند وخلصنا سيتي سكان، نجي على الMRI. شنو فائدة الMRI؟ preclude the use of iodine containing contrast agent. هسه احنا بنحتاج contrast agent في السيتي يحتوي على الأيودين، الأيودين مرات المريض عنده حساسية من الأيودين، هذا الMRI preclude the use of iodine
يعني ممكن تستخدمه بدون استخدام هذا الكونتراست ايجنت ذي بي ايودين. الام ار كولانجيوغراف، من اسمه كولانجيوغراف، كولانجيو يعني البيليري. هذا اكسلنت، has excellent quality imaging of the biliary tree non-invasively. يشوف لك البيليري تري non-invasively، ماكو داعي يعني يفوت به بالـ ERCP. و for diagnostic purposes إذا الـ ERCP failed or impossible، بس أنت شلون تريد ترسم البيليري تري؟ عندك طريقتين، يا أما الـ MRI كولانجيوغراف ويا أما الـ ERCP. ERCP يعني تفوت بالإندوسكوب اللي هو الـ OGD اسفيجا جاسترودينوسكوب، وتفوت بعدين للدودينم، بعدين تسوي كانيليشن للأمبولة فاتر وتدفع الداي، بعدين راح ترسم الشجرة مالت البيليري تري. بس هذه يعني هذه انفيزيف مقارنة بالام ار كولانجيوغراف. هسه الام ار كولانجيوغراف نستخدمه ايضا فور دايجنوستيك بيربسز اذا الاي ار سي بي فيلد، يعني فشل ما قدرت تسويه او impossible. واكو ام ار انجيوغراف هذا يرسم الفيزلز، provide high quality imaging of the hepatic artery portal vein without the arterial cannulation. متى ما يحتاج يسوي arterial cannulation. هذا ام ار كولانجيوغراف تشوفون شو راسم البيليري تري، هذا منا جاي الليفت هيباتيك داكت وهذا الرايت هيباتيك داكت وهذا الكمان هيباتيك داكت، منه جاوية سيستيك داكت، هذا الكمان بايل داكت ورايح للدودينا، هذه الجول بلدر. هذا اي ار سي بي، هذا الصورة مالت الاو جي دي يعني السكوب اللي فايت، واذا شوفوا شلون مسوي كانيليشن هنا بهالمكان، في المكان مسوي كانيليشن المن للأمبولة فاتر ودافع الداي، هاي الكانيلة ودافع الداي. هسه شوفوا شلون مرسوم السي بي دي ومرسوم البيلياري تري كلها، هذا هنا أنا مرسوم السي بي دي، هذا الليفت هيباتيك داكت، هذا الرايت هيباتيك داكت، هذا كمان هيباتيك داكت، وهذا كمان بايل داكت، وهذا هنا أنا طالع بالدودينام، هذا هسه الدودينام مرسوم هنا همينه. هذا ام ار انجيوغراف تشوفون ديشون ديشوف الفيزلز بالتفصيل داخل الليبر، كل الارتريز والفينز والبورتال فينز والبرانشز مالته والهيباتيك فينز والتريبيوتريز مالته وهكذا. الاي ار سي بي هذا الاندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيوبنكرياتوغراف، هذا indicated for patient with obstructive patent liver function test. يعني أنا من أسوي من يجيني واحد جوندس وأسوي له liver function test اللي هو قلنا total serum bilirubin TSP مختصر، اللي هو يفصل إلى direct و indirect و GOT و GPT و alkaline phosphatase. هسا إذا أنا هذا liver function تيست يعني الأرقام طلعت بحيث أنا أقول علي هذا obstructive patent liver function test، يعني مثلا الدايركت بيليروبين كلش عالي، الالكلاين فوسفاتيز كلش عالي، جي او تي و جي بي تي الكالين وذ النورمال، أنا أقول علي هذا الجوندس هو obstructive جوندس، أو أسميه هذا liver function أسميه obstructive patent liver function. هذا هيك مريض أنا أسوي له ERCP، يعني أدور على فد abnormality of the biliary tree، يا أما abnormality يعني real abnormality، يا أما فد something obstructing the biliary tree مثلا stone، وجوز tumor within the biliary tree، وجوز tumor from outside يعني tumor in the head of pancreas أو in distal stomach وصاير pressure from outside على the extrahepatic biliary tree مسوي obstruction. بعد شنو الادفانتج مالته شنو مال الاي ار سي بي؟ ستون ريترايفل فروم ذا كومبايل داكت، يعني اذا انت دفعت الداي وشفت اكو اوبستراكشن دايليتد اكسترا هيباتيك بيليري تري
وشفت اكو فد فيلنج ديفكت راح تقول عليها اكو اكو فد ستون، انت تسحب الستون من الدكت. بالون دايتيشن اذا انت عندك ستركتشر ان ذا كومن بايل دكت مسوي لك ابستراكشن، هذا ستركتشر بي 9 ستركتشر، انت تسوي بالون دايتيشن. اندو بروستيسيس انسرشن يعني تخلي ستنت، تخلي ستنت يعني انت عندك منطقة نرو بالكومن بايل دكت تعبر لها ستنت، شلون نفس الستنت اللي يسموها شبكة من يصير عندك ناروينج بالكوروناري فيزلز، هذول يسوي لهم قسطرة شرايين القلب وما يخلو لهم ستنت، هما يقولوا للمريض خلينا لك شبكة، هو ستنت يخلو بمكان ضيق على مود يعبر بلاد. نفس الشيء هنا عند البروستيسيز يخلوه بالكومبايل دكت اذا مفد مكان نرى. وتيكينج برش سايتولوجي اذا اكو سسبشن انه اكو كومبايل دكت مالجنسي، برش سايتولوجي تذكرون بصف ثالث سايتولوجي اشكال، اكو فاين نيدل سايتولوجي، اكو فلويد سبين سايتولوجي، اكو برش سايتولوجي. برش سايتولوجي قلنا اذا فتت في التيوبولار ستراكشرز واخذت مسحه من الوول اوف دي تيوبولار ستراكشر انت راح تسمي برش سايتولوجي، هنا راح يفوت بالكومبايل دكت وراح ياخذ مسحه من الوولز اوف ذا كومبايل دكت راح تسمي برش سايتولوجي. اندولومينال الترا ساوند از يوزفول، وعندك بعد اندولومينال الترا ساوند يعني انت تفوت باندوسكوب بالستومك وبالدودينام وتخلي على يعني at the tip of the endoscope تخلي في the probe of ultrasound وتفوت، هذا يشوف لك الهايلم of the liver ويشوف لك إذا أكو biliary tract tumor، قلنا الهايلم هو بي biliary tree وبي major vessels بس أكثر شيء هو biliary tree، فشوفك إذا أكو tumors in the biliary tree وشوف لك extent of hilar tumor. وأيضا يستخدم for sphincter rotomy يعني هذا sphincter of OD يقصه laterally على الساعة 11 يقصه، يعني انت مثلا من تفوت على خلينا نقول obstructive jaundice ولقيت عنده stone وعنده بعد يعني within the compound date وعنده بعد stones within the gallbladder، مو بس يسوي retrieval of the stone يعني يسحبها، لا يقص هذا السفنكتر على مود يصير incompetent، على مود يصير continuous drainage، هذا يبقى مفتوح على مود ويسوي continuous drainage للبايل اللي متجمع بالcompound date. وإذا نزلت حصوة الأخ بعد من gallbladder ممكن تعبر لأنه هذا مفتوح. percutaneous transhepatic cholangiography اللي يسموه PTC. PTC هذا used همين على مود يرسم لنا البيليري تري انتراهيباتيك، ممكن يطلع الاكستراهيباتيك مش وقت هذا تسوي اذا الاندوسكوبيك كولانجيوغراف فيلد. هسه انت لو تفوت اذا نرجع للصور خلينا نقول هاي الصورة، هسه بهاي الصورة هو فات هذا MRI هذا ERCP، هسه هذا فات باندوسكوب، هذا سميناه سكوب اندوسكوب وسوى كانيوليشن للامبول اوف فاتر ودفع الداي ورسم هذا، هسه هذا فات من نهايته يعني من جوا، انت مرات ما تقدر تفوت من هنا، عندك مثلا هايلر تيومر خلينا نقول هايلر تيومر هنا ما تقدر تفوت، او المريض مسوي عمليه مثلا قاص الديستال استومك ومسوي له انستموسيس بين الاستومك والجيجينم، انت ما راح تقدر تفوت للدودينم، فتستخدم البي تي سي. البي تي سي شلون يعني هذا البي تي سي نرجع بالصور، يعني مثلا شوفنا في الصورة بها بيدري كان هذي كده هزا، خلينا نقول
نفرض هاي هي فد يعني مقطع أرضي فد انتريباتك بيلياري كنادي كيلاس البي تي سي بيركوتينياس. طبعا هو يفوت اندر الترا ساوند جايد، يفوت من هنا بنيدل، يفوت بنيدل، كل ما يفوت شوية يدفع داي، يفوت شوية يدفع داي، يفوت شوية يدفع داي، إلى أن يوصل فد واحدة من الدايليتد انتراهيباتيك بيلياري. من يدفع الداي، من دا ياخذ وتطلع صورة على التلفزيون، يشوف انه هذا الداي، طبعا هذا ترانزفيرس سكشن اكيد متصل لنا بكنالي كلاي منا، راح يشوف فات، راح يشوف نفسه هو بداخل الدكت والداي انتشرت يعني بكل الاتجاهات. اذا هو وصل، هو هذا مبدأ البيركوتينس ترانزيباتيك كولانجيوغراف. هسه شو كت يوزد الى الاندوسكوب اللي هو الاي ار سي بي is failed or impossible. impossible مثل ايش؟ قلت لكم هو مثلا واحد، هسه هذا مو المفروض يعب اذا بالدودينم. هسه اذا احنا قصينا هذا الاستومك ديستالي، قصيته وصعدت لوب انه ما جيجينم وربطت عليها، وهذا الدودينم من هنا قفلته سديته. هسه انت بعد تقدر تفوت مثلا للدودينم على مود يسوي كانيوليشن للكامبايل دايركت، ما تقدر، فهذا يسموه impossible. In patient with hilar bile duct tumor in whom endoscopic colangiograph failed to visualize the intrahepatic bile duct. يعني هو من يعني common bile duct، يعني قصدي الهايلم، يعني اللي هو right و left hepatic duct، وبعدين اثنيناتهم يتصلون يسوون الكمان هيباتيك دكت. إذا بهاي المنطقة يعني من رايت من هنا ليفت وسووا لك الكمان هيباتيك دكت، إذا هاي المنطقة الكونفلونس يسموها، إذا هي بيها تيومر، الآن إذا جيت بالإندوسكوب من جوا دفع الداي، هم راح يفوت هنا أنا بهذني بالرايت والليفت هيباتيك دكت، وبعدين راح يرسم الشجرة مال بيدياري تري within the left lobe و right lobe، ما راح يفوت. اذا انت ما راح تستفاد، لازم تجي من وين؟ تجي من هنا، من هالجهه تفوت بالليفر من الاتجاه الاخر. هنا سفتت من جوا، نعم راح تفوت من فوق. In patient with hilar bile duct tumor in whom endoscopic cholangiograph failed to visualize the intrahepatic bile duct. Another investigation هو الانجيوغراف. انجيوغراف من اسمه يعني الانجيو يعني فيزوز، جراف يعني يرسم. Visualize the anatomy of the hepatic arteries and confirm the patency of the portal vein. Provide information on the nature of liver nodule باعتبار ان the primary liver tumor will develop the blood supply. يعني شوف طبيعة الليفر نوديول، اذا هي malignant واذا هي benign. عادة التيومر اللي هي malignant the blood supply مالتها أكثر من البناين، تأخذ الداي أسرع. therapeutic advantage، هذاك كان diagnostic. therapeutic نقدر نستخدم الانجيوغراف، نقدر مثلا ندخل اللي يسموه interventional radiology، هذا include occlusion of arteriovenous malformation أو يسوي embolization of a bleeding site أو يسوي كيمو إمبوليزيشن أوف ليفر تيومر. يعني أنت عندك فد، خلينا نقول عندك فد تيومر إن ذا ليفت لوب، أنت تريد توصل الكيمو ثيرابي لهذه التيومر اللي موجودة بالليفت لوب، فأنت تمشي بالفيزلز مثل ما تمشي من الفيمورال أرتري وبعدين تصعد باتجاه الكوروناري، أنت تلقى فد مكان تطب من عنده وتوصل إلى hepatic arteries، تروح للليفت hepatic artery وتدفع ال يسموه الكيموثيرابي، بحيث انت كأنه ذبيت الكيموثيرابي فقط على التيومر اللي موجود بالليفت لوب. nuclear medicine scanning هذا شنو؟
And I include the technetium 99 labeled aminodiacetic acid given intravenously. The istifada malta shunu? Detecting bile leak or when biliary obstruction is suspected. Hada nithnin tahfazhan. Detecting bile leak, يعني عندك فد leak from the biliary tree, إذا أنت مسوي عملية بالبيلياري تري أو مثلا مسوي عملية قريبة من البيلياري تري صار injury تريد تشوف أكو leak from the bile duct, هذا تستخدم هذه technetium 99 labeled aminodiacetic acid. وإذا أكو suspicion أنه أكو biliary obstruction, أكو هذا أيضا silver colloid liver scan أيضا تابع nuclear medicine scanning. هذا allow the Kupffer cells. Kupffer cells هي نفسها الماكروفاجز. الماكروفاجز بالليفر اسمها Kupffer cells. هي الماكروفاج يعني كل مكان بالجسم إذا فد اسم معين. بالليفر اسمها Kupffer cells. هذه allow sulfur colloid liver scan allows the liver the Kupffer cells activity to be determined. هذه useful to confirm the nature of liver lesion, طبيعة liver lesion. يعني شون يعني انت عندك اللي هي Kupffer cells تأخذ السلفر كولويد تأخذه, يعني انت عندك الأدينوما والهيمنجيوما هذه ما بيها Kupffer cells, ما بيها هذا الماكروفاجز اللي يسمونه Kupffer cells, ولهذا ما راح تأخذ هذا السلفر كولويد. اذا غيرها مثلا malignant التيومر اللي بيها Kupffer cells هذه راح تاخذ السلفر كولويد, ولهذا راح تقدر تميزها عن الادينوما والهيمنجيوما. هسه يقول هنا ادينوما اند هيمنجيوما having lack of Kupffer cells, يعني ما بيها Kupffer cells تفتقد Kupffer cells, hence no uptake of سلفر كولويد. واكو هذا PET البيتي سكان, دائما تسمعون يقول لك سووا له بيتي سكان. بيتي سكان هو مختصر هو الفلورو ديوكسي جلوكوز, هذا البي اي تي بوزيترون ايميشن توموغراف. المبدا مالته هو يم الجلوكوز, it depend on the avid uptake of glucose by the cancer راس تيشو. احنا قلنا كل شيء كانسر راس يعني مالجننت, هو يصير عنده يعني uncontrolled division of cells, وهذا الـ Uncontrolled Divisions of Cells غير يراد للنيوتريشن. إذن ياهو الأكثر ياخذ, يعني عندنا هذا Tumor Cancerous يعني Malignance اللي هو Divisions على طول الوقت دا يصير, لو مثلا فد يعني فد ماس يعني خلي مو ماس يعني هو الشيء الطبيعي التيشو الطبيعي مالت البودي, أكيد هذا راح ياخذ أكثر لأن هذا Division مالته أكثر, Metabolic Rate مالته أعلى اللي هو المالجنسي اللي هو الكانسر راس. إذن it depend on the avid uptake of glucose by the cancerous tissue in comparison with benign أو inflammatory lesion. هسا أنت إذا عندك malignant وعندك benign, malignant to benign وعندك inflammatory, يا هلي راح يأخذ البيتي سكان أعلى, الكانسرس تيشو المالجنت هو اللي راح يأخذه أعلى. لابروسكوب واللابروسكوبك ألتراساند. اللابروسكوب هذا useful for staging, hepatic tumor, pancreatic tumor, biliary tumor, ويقدر يشوف إنه peritoneal metastasis, ويقدر يشوف إنه أيضا superficial tumors اللي على الليفر. واللابروسكوبك ألتراساند قلت لكم هو يفوت باللابروسكوب بس أكو على tip of the laparoscopic instrument مخليه في the probe, ultrasound probe. هذا provide additional advantage, يعني تخيل انت بدل ما تخلي تاخذ ultrasound تخلي probe of ultrasound على بطنك, انت يعني مصانعين فد شيء بحيث تفوت بداخل بطن المريض وتخلي الالتراساوند على السيرفيس اوف ذا ليفر. انت كل ما تتقرب بالالتراساوند probe من التيومر كل ما ينطيك تفاصيل اكثر. بس اللابروسكوبك ألتراساوند provide additional advantage, ليش giving information on the liver tumors وشون their proximity, يشوف اش قد قريبة من ال major vessels من ال bile duct branches وهكذا.
هذا كل اللي يخص هاي المحاضرة اللي هي كان عنوانها Investigations of Liver Disease. Thank you.